أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب. فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه. محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد. المخرجان المنفذان مهند ديب وفراس عباس. محكمة الضمير. الإخراج محمد غزاوي. ثمن التهور. شو بدك من ساحتنا يا شيطان؟ يمكن لهلأ ما سمعت صرخة الندم يلي طلعت من محمود بعد ما طلع من السجن وشاف بنته شيهان وهي بحالة سيئة. سمعنا كل شيء، بقى تفضل وغادر المكان فورا. بتتذكر لما قلت لك بدي انتصر عليكم وخلي محمود يقتل صهره وبنته؟ قلت لك غادر ساحتنا فورا يا شيطان. حاضر، رح غادر ساحتكم، بس روح شوف محمود لأنه حرام عم يتحذر كتير. نحن منعرف شغلنا. خاطرك حضرة المدعي، سلم على سيدك الضمير. دربي ست ما يرد. حضرة المدعي، ماذا يريد الشيطان من ساحتنا؟ إنه أتى يا سيدي كي يذكرنا بجريمة محمود الذي كنت أتجهز للقبض عليه وإحضاره إلى ساحتنا كي نحاكمه. وهل أنت جاهز الآن حضرة المدعي؟ نعم يا سيدي الضمير. إذن اذهب وأحضره مكبلا بجريمته. أمرك يا سيدي الضمير. جيهان، أنا أبوك. أبي، أبي اللي خلاني أفقد نظري، أبي اللي قتل جوزي لأنه كان طمعان يجوزني لرفيقه شفيق. يلا يلا تفضل تفضل، ما بدي أسمع صوتك أبدا، ما بدي إياك تواجهني بعد هلأ. روح روح، يلا مع السلامة. روح. شو يا نوال، أنت قبلاني هالحكي اللي عم تقوله بنتك؟ لو ما كانت مجروحة منك جرح كبير ما كانت قالت هالشي. بس أنا دفعت ثمن تصرفي 10 سنين سجن، وهلأ جاي صلح غلطي معكم. صلح؟ فيك ترجع لي نظري يا مجرم؟ فيك ترجع لي جوزي جمال؟ فيك؟
يلا يلا اطلع لبرا، اطلع لبرا وخليك مكسور كل عمرك وما تلاقي حدا يشفق عليك. يلا يلا اطلع اطلع. يلا محمود الله معك، هم مالك مكان بيناتنا. طيب طيب وين غزل؟ غزل اتجوزت وصار عندها ولدين. طيب اعطيني عنوانه. غزل بتكرهك اكثر مني، لا تحاول. روح يلا روح لاني ما عم ضايع اسمع صوتك. يلا روح. ماشي ماشي جيهان ماشي، انا رايح. أهلين ابن العم، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا تيسير. طمني، شو صار معك مع بنتك ومرتك؟ والله ما استقبلوني ورفضوا حتى يتعرفوا علي. أنا متوقع هالشي، وبصراحة ما عن حق لأنك عملت فيهن العمايل. إيه بعرف هالشي وضميري عم يعذبني يا تيسير. على فكرة أنت لازم تغادر المنطقة فوراً لأنه في خطر عليك. من وين الخطر تيسير؟ الظاهر أنت نسيان يا محمود أنه في برقبتك قتيل، وأنه هالقتيل عنده عيلة وأخوات. وبصراحة أنا سمعت وتوتة من بعض الناس عم يقولوا إذا صدفوك رح يقتلوك. يعني ما اقتنعوا بالعشر سنين يلي قضيتهم بالسجن؟ الدم ما بينتسى يا محمود. بقى نصيحتي تطلع من كل هالمنطقة. لهالدرجة صارت نهايتي وخيمة؟ أنت يلي رسمت هالنهاية لحالك. ماشي يا تيسير ماشي. بدي أطلب منك كم ليرة دبر حالي فيهم لبين ما لاقي شغل عيش من وراه. تكرم عينك، بس بترجاك أنا حالتي على قدها وما عندي إمكانية أعطيك أكتر من يلي رح أعطيك إياه هلأ. اتفضل خود هالمبلغ دبر حالك فيه. يكتر خيرك. مرحبا شفيق. أهلين. شبك شفيق؟ الظاهر ما عرفتني. أنا محمود. بلا عرفتك، بس خير؟ ليش جاي لعندي؟ فكرتك رح تنبسط بشوفتي وتستقبلني. بعتذر منك، أنا نسيتك. روح روح الله معك. شفيق لحظة. أخي أنا من تحت راسك ضليت 6 شهور موقوف بتهمة أني حرضتك على القتل. بقى الله يرضى عليك حل عني بريحة طيبة. معك حق وكل هتكون معكم حق. أنا يلي عملت بحالي هيك وبالساهل كل شي صار معي. أنا حزين حزين. لسه ما خلصت أحزانك يا محمود. أنت مين؟ أنا المدعي في ساحة الضمير، جاي أخذك لتتحاسب على جريمتك البشعة. أنا انحكمت وقضيت 10 سنين بالسجن. حكم الضمير رح يكون أقسى عليك من حكم القانون. امشي معي يا محمود، الضمير عم ينتظرك. معك حق، أنا بستاهل بستاهل بستاهل.
المتهم محمود أصبح في قبضتنا يا سيدي الضمير. جهزوا للمحاكمة حضرة المدعي، ثم أدخلوا إلى قاعة المحكمة. أمرك يا سيدي الضمير. امشي معي يا متهم. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على تفاصيل قضية اليوم. سيدي الضمير، إن قسوة الأب تجاه أسرته تورث هذه الأسرة الأحقاد والمشاكل النفسية والقلق، وقد تنتهي هذه الأسرة إلى الهاوية كما حصل مع أسرة المتهم محمود. والقضية يا سيدي أن المتهم محمود كان ينعم بزوجة مخلصة ومعطاءة، رزق منها بابنتين هما جيهان وغزل، وكان يمارس عليهما وعلى زوجته أقصى أنواع التعنيف النفسي والجسدي، فسبب لهما الرعب والقلق الدائمين. والمفارقة في شخصية هذا المتهم أنه كان جباناً مع الناس الآخرين ولييناً في تعاملاته، لكنه كان يتعامل مع أسرته بوحشية مطلقة. ومن هنا سنبدأ أحداثنا يا سيدي الضمير، فلنستمع. أهلاً أهلاً ابن العم، إجيت بوقتك. خير تيسير، شو في؟ بدي إياك تحكي لي مع معلمك شفيق مشان يفصلنا باب حديد لمدخل البناية، يكون تقيل شوي ويكون السعر بنور الله. وليش أنت ما تحكي معه؟ أنا عم قول عن طريقك أنه يمكن يراعينا شوي. إيه؟ تكرم عيونك، اليوم بحكي معه. إيه، في شغلة تانية كمان حابب أحكي معك فيها. تفضل، عم بسمعك. مبارح شفت أبو جمال الخياط وطلب مني جس نبضك بموضوع بنتك جيهان، بده يخطبها لابنه جمال. والله يا تيسير، هلأ مالي عم فكر جوزها، وأبو جمال على عيني وراسي. وليش مالك ناوي تجوزها محمود؟ لك أخي، مو ناقصني هلأ مشاكلة الأسهرة، خلي بناتي عندي وبلا هالهم دخيلك. ضحكتني، الله يسامحك. أصلاً الواحد بيفرح لبنته إذا إجاها عريس ابن حلال ومرتب مثل جمال. أنا لا، ما بفرح. وبحب شوف رزقي قدام عيوني وما حدا يشوفه غيري. شه يعني شو قله لأبو جمال؟ يلي سمعته مني قله إياه. إيه؟ شو علي؟ فوت لنسقيك كاسة شاي. بدي روح عالشغل لأنه اليوم في عنا تركيب. ماشي، معناتها لا تنسى تقول لمعلمك شو طلبي. خلاص، لعيونك. صار. تكرم عيونك محمود، انت وابن عمك. وامتى بده يروح ياخد القياس؟ بس يجهز لي رعبون مشان بلش. ها؟ ايه اكيد رح يعطيك رعبون معلم. قبل ما نطلع على الورشه اللي انت فطران؟ ايه معلم، هلا طرقت صحن فول على كيفك عند ابو عبد الفوال. يلا لكان خلينا نحمي الابواب ونروح على الورشه نركبهم. يلا. خذوهن على سوزوكي. يلا يلا, 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 يلا.
يلا يا شباب يلا همي من عندك غير صار فاضي لا هات تركوها لك شو بكي جيهان؟ ليش هيك مكركبة؟ ما بعرف يا غزل ميت رعبة من بابا ها؟ ليش شو عاملة؟ حتى خايفة كل هالقد ستي جمال قال لي رح يبعت أبوه حتى يحكي مع أبي مشان الخطبة إيه وين الغلط بالموضوع؟ خايفة إنه أبي يسألني وين شافك جمال؟ ومن وين بيعرفك؟ إيه بسيطة قلي له لا شافني ولا بيعرفني بجوز أمه شافتني وعجبتها ما بعرف يا غزل مرعوبة وخايفة كتير هلأ بلا جنان ورؤينا شوي طيب يعني قولتك رح يوافق أبي على جمال وينكن يا بنات أمي جايين يلا غزل يلا قومي نساعد أمي لك قومي صباح الخير أمي صباح النور مين منكم في معه مصاري؟ أنا في معي 200 ليرة أمي ليش شو بدك بالمصاري؟ قلت له لأبوكن يجيب لنا نص كيلو فول مشان نفطر الظاهر نسي قبل الفول أمي بناكل شو ما كان لك أمي البراد عم يبكي ما في غير صحن زيتون وشوية زيت وزعتر بدي أمي هاي 200 ليرة بس مين بده يروح يجيب الفول؟ مين يعني غيري أنا؟ هاتي لشو وأنا شوفي معي كمان بكمل هون والله يا أبو جمال الظاهر ما في نصيب لأنه ابن عمي محمود مو ناوي يجوز بناته هذا الشيء اللي قال لي إياه تعرف تيسير علي الجيري مني حابب هالنسب بنوب بس ابني الله يهديه حابب هالبنت وما بده غيرها بسيطة أخي أبو جمال بسيطة بكرة بينساها ايه وفي ألف وحدة بتتمنى ماشي تيسير كتر خيرك ما قصرت يلا بخاطرك الله معك أخي أبو جمال لا بابا بدي اياها لهالبنت يعني بدي اياها وغيرها ما باخذ طيب انا شو اعمل هي بعت خبر لابوها وما قبل ما رحني اسالي خلينا نحاول مره ومرتين وثلاثه لك انا نفسي اعرف بس شو اللي محببك فيها لهالعيله هي بابا انا حابب البنت مالي حابب العيله في 50 بنت غيرها ليش معلق بالذات بهالبنت صراحه بابا انا من زمان بحبها لجهها من أيام ما كانت تجي تتعلم الخياطة عند أختي رجاء ماشي بابا اترك لي الموضوع شوي وأنا رح شوف طريقة تانية أمرك لك أنا كم مرة قلت لكم البرداية ما بتنام عن الشباك ها؟ بس الحق مو عليكم الحق على هالدبة الكبيرة أمكن يا ابن الحلال زحناها شوي بس لحتى نهوي البيت ولك اخرسي لك عين تحكي كمان خلص أمرك رح أخرس واللي بدك يا بصير تعالي شوفوا لي جيهان تعالي شوف خير أبي أنت بتعرفي لي جمال ابن أبو جمال الخياط لا 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 أبي ما بعرفه من وين بدي أعرفه لا تكذبي ولا احكي الصدق بابا يعني يمكن هو شي مرة شافني عند أخته رجاء لما كنت أتعلم عند الخياطة وليش أنت لتورجي حالك لا أبي أنا بس شفته دريت وشي روحي لي من وشي يلا نشوف أمرك أبي أمرك
وانت التانية الحقي اختك. يلا من مكتبة الإذاعة السورية. شفتي ليش ما كان بدي اياها تتعلم الخياطة؟ ليش شو صاير يا ابن الحلال؟ اخرسي ونقلعي من وشي انت التانية. يلا لشوف. ايه حاضر. ما قلت لك يا غزل انه ابي رح يسالني وين شافك جمال؟ خلاص حبيبتي انسي. لك شو بدك بهالحكي؟ بكره بتتجوزي وبتصير هالشغلات ذكريات عندك. خايفه غزل، خايفه ما يوافق عليه ويجبرني اتجوز واحد تاني ما بدي اياه. هلا اتركي الامور ماشي هيك ولنشوف شو بده يصير. بتعرفي بدي شوف جمال واساله شو صار. ولك مجنونة؟ انت هيك عم تلعبي بدماتك؟ ما بقدر غزال، ما بقدر. بحبه لجمال، بحبه كتير. ايه والله يا عمري هذا اللي صار، وابوك قال ما بده يجوزك. طيب وانت شو رح تعمل جمال؟ رح طول بالي شوي وبعدين منرد منعمل محاولة تانية. المهم اني ما رح اتركك ولا رح استغني عنك لو على روحي. ريتك تقبلني شو بحبك. لك وانا بحبك يا جوجو ومستعد قاتل الدنيا كرمالك. يا روحي انت. شو معلمي؟ الظاهر ما بدنا نروح على التركيب اليوم؟ لا اليوم عندي روحة على المحكمة. وانت خليك بالمحل وطبق لي الملابن تبع باب ابن عمك تيسير. خير؟ شو في عندك بالمحكمة؟ بدي طلع مرتي واخلص منها. اوف ايه ما حلك تتجوزها حتى تطلقها؟ وهي رابع مرة بتطلقها، شو قصتك؟ راح ضل اتجوز وطلع حتى لاقي وحدة تركب على مزاجي. بس هذا الشيء عم يكلفك كتير يا معلم. مصاري موجودة والحمد لله، المهم إنه أنا أكون مرتاح. والله معك حق، المصاري هي يلي بتريح. أخ بس لو معي مصاري علي الجيري لأتجوز أربع نسوان. لك أنت دبر حالك مع هالمرة يلي عندك وعليك خير. شو دبر حالي معلم؟ إيه علي الجيري لما تشوفني بترجف رجف. والله تهريك رجال يا محمود. لا يا معلم لا، أنا رجال وحياتك. إيه لك اسكت. شفتك لما تخانقت مع شوفير سوزوكي كيف هربت قدامه مثل الأرنب وصرت تناديلي حتى دافع عنك. ايه معلم، لأنه كان ساحب علي موز كباس وأنا ما معي شي. بس صرت ترجف مثل النسوان. بصراحة معلم أنا ما بحب الخناق مع الزعران. يلا بلاها السيري هلأ وخليني روح على المحكمة على بكير. دير بالك على المحل. ها بالسلامة معلمي. عمو تيسير أنا جاي لعندك وحاطت إيدي بزنارك. أهلا وسهلا. إذا مشان بنت ابن عمي إيما من بالك، لأنه ابن عمي ما بده جوزها. عمو تيسير أنا جاهز لكل طلباتكم ويلي بده يا من عيني هي قبل هي. يا عمو هو بصراحة ابن عمي طماع وبيحب المصاري، بقى إذا أنت عند كلامك حتى أحكي معه يمكن يلين شوي. بس قلي شو بدك تدفع مهر؟ يلي بده يا أنا جاهز، وعندي بيت لحالي وسيارتي إلي ومستعد لكل طلباته. طيب وكل الله عمو، أنا اليوم بشوفه وبحكي معه مرة تانية. الله يخلينا ياك يا عمو تيسير. لك ليش هيك خليته يطمع فيك؟ معلش بابا،
أنا اتفقت مع جيهان إن ترجع لي الذهبات يلي رح لبسها ياهم بعد ما نتجوز. يا بابا أنا مالي مرتاح لهالقصة بنوب. روح شوف أمك وتفهم معها. حاضر. ايه ابن العم، اللي شو بدك مني حتى طلبتني بهالسرعة؟ يا ابن العم، هلأ انت اوضاعك المادية تعبانة وبيتك بالأجار وعندك صبايا تنتين ما شاء الله بياخدوا العقل، واجاك عريس وضعه مليح وقال مستعد لكل طلباتك. احكي من الآخر تيسير، شوفي اخذ لك قرشين من هالعريس وزبط امورك فيهون وقول يا رب. يعني هو اجى لعندك وقال لك هالشي؟ بيناتنا محمود، أنا بعرفك أنت عم تدور على عريس غني وحالته منيحة حتى تستفيد من جواز بنتك، صح الحكي ولا لا؟ إيه مو عيب استفيد يا أخي، وين المشكلة؟ خلاص وصلت. هاي جمال مستعد يعطيك ليرضيك، بقى شو قلت؟ ها؟ تركني فكر بالموضوع. لا تضيع هالفرصة من إيدك محمود، يمكن ما يجيك أحسن منه. خلص قلت لك راح فكر بالموضوع، يلا بخاطرك. الله معك. ما بدها تفكير محمود، رزقه وإجت لعندك لا تضيعها. ايه بس يعني انا متلبك ومالي عارفان شو بدي اطلب من العريس. لك عادي، اطلب الكتير حتى تاخذ القليل. حاجتك بقى تردد وخوف، اصلا انت دافع تقلى مصاري حتى صاري الصبية، بقى من حقك تستفيد. خلاص مش الحال، رح نفذ رغبتك يا شيطاني الحلو. لا تنسى محمود، لسه في عندك بنت تانية. يلا بخاطرك. مع السلامة. حياه عيونك يا ماما، هو بعض من لسانه قال لي ان الجماعه جايين يخطبوا جيهان، بقى جهزوا حالكم. مصدقه انت؟ مصدقه هالشيء؟ ان شاء الله. الف مبروك يا اختي. يلا امي، يلا خلينا نجهز حالنا. ايمتى جايين اهلا لجمال؟ يعني هيك شو مدلوقة؟ تكفي شوي وتقلي. مدلوقة يا امي، مدلوقة. يلا يلا. مدلوقة ولا حلاوة الجبن؟ ايه عمي جمال. ايه عمي. انا حبيت شوفك لحالك قبل ما تجيب اهلك وتزورنا. تحت امرك عمي، تفضل. انت قديش في معك مصاري؟ اوه خير الله كتير عمي، انت طلوب وانا تحت امرك. انت بتعرف عمي انه انا تعبان على هالبنت وحاطت عليها دم قلبي. ايه والله عمي بعرف. ايه سيدي، انا بدي لايدي مليون ليرة، بقى شلون عزماتك؟ عمي هذا مع المهر ولا بدون المهر؟ كلامي واضح عمي، انا قلت بدي لايدي مليون ليرة، يعني المهر لحاله. بصراحة عمي هلأ انا متوفر معي هالمبلغ، بس اذا اعطيتك يا ما رح يصفى معي شي للمهر والتلبيسة وتكاليف العرس. تعرف عمي جمال؟ ايه عمي. تعرف انه انا حبيتك لهيك رح راعيك تكرم عيونك. الله يكرمك.
سيدي ضمير، تمت خطبة جمال على جيهان، وتم عقد القران بوجود العائلتين، وبعد أن خفض محمود المبلغ إلى النصف تقريباً، واتفق الطرفان على أن يكون حفل الزفاف بعد شهر من إعلان الخطوبة، لكن ما حصل قد قلب الموازين. فلنتابع الأحداث من هنا يا سيد الضمير. شو عم تطبخي أمي؟ بدي أعمل مقالي. روحي نادي لأختك وتعالوا ساعدوني بالسلطة. مو حاضر. دخيل قلبك أنا. خير خير. قولي على قلبي، دلقت ما قلقت الزيت عليكي. قولي على قلبي. أمي أكمي دخيل، الله يدعي ورجلي. روحي نادي لأبوك خليه يزحني. طيب أمي خليني كف عليكي مي. لا روحي نادي لأبوك روحي. يلا 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 قولي على قلبي. مرحبا عمو. اهلين سهلين بالحلوه. امريني. عمو انا بنته لمحمود. وين بابا لو سمحت؟ هلا انت بنته لمحمود؟ ايه عمو. انت اللي خطبتي لجمال ابن الخياط؟ ايه عمو لو سمحت بدي ابي، لانه امي انحرقت بمقلايه الزيت وبدنا ناخذها على المشفى اذا بتريد. شو هالحكي؟ يلا يلا انا جاي معك، بنمرق لعند ابوك على الورشه وبنسعف امك بسيارتي. يلا الحمد لله على سلامة مرتك محمود. يا الله لا يسلم فيها ولا عظمي، مالي زعلان غير على الزيت هات يلي اندلوا على الأرض. يا سيدي انت واحد بخيل وشحيح وما فيك وفا، يعني زعلان على الزيتات ومالك زعلان على مرتك؟ أمرك معلمي بتمون، قول شو ما بدك. يا سيدي علاج مرتك وأدويتها على حسابي أنا، تكرم عينك. روح الله يرزقك ويعطيك من عطاه. ما قلت لي كيف العريس الجديد معك؟ ماشي حاله، وأنا بيني وبينك منعته من زيارتنا حتى ما ياخد وش ويندلق علينا. حلو، أعمل الزينة العقل. بعجبك معلم. طمنيني عن أمك، كيفها؟ الحمد لله حبيبي، أمي منيحة وعم تتحسن. طيب أبوكي ليش ما نعني من زيارتكم؟ والله ما حلوة ما أجي وأطمن على حماتي. بسيطة بسيطة حبيبي، قول منيح يلي وافق عليك أصلا. عن جد أنا ما شفت مثل أبوكي طماع ومتسلط كمان. المهم إنه أنا معك وإلك. إيه؟ لك هذا الشيء اللي معزيه إنه أنتي معي ولألي. الله لا يحرمني منك. انت ليش ما قلت لي انه عندك هالبنت الظريفة اللي بتاخد العائل؟ شو قصدك معلم؟ روق محمود روق، لا تعمل لي فيها مراجل. انا بدي ناسبك وبنتك عجبتني. ايه بس بنتي انخطبت. بسيطة سيدي، يلي اخدته من جمال انا بعطيك ضعفه، واكثر من هيك راح افتح لك محل احتادة وتصير انت معلم والمحل الك وغيره. شو بدك؟ انا جاهز. عم تحكي عن جد معلمي؟
هذا الموضوع ما بيتحمل مزح. أنا ناوي أتجوز وشفت بنتك وعجبتني، وعمل لك إياها من الآخر. أنا تحت أمرك، شو بدك أنا جاهز. طيب والعريس شو بيعمل فيه؟ بسيطة، بترجع له مصاري وبتقول له مالك نصيب عنا وبس. إيه؟ وهو هيك معلم؟ محمود انت شو عم تحكي؟ الجماعة تكلفوا كتبنا الكتاب وهلأ بدك تفسخ الخطبة؟ حبيبي كل يلي تكلفوا فيه رح رجع لهم يا، وغير هيك ما عندي. بقى اتصل بأبو جمال وخبره هالشي. عمي بده يفسخ الخطبة؟ قلت لك يا بابا هالجماعة مو من مستوانا، ولا هن خرج يكونوا نسايبنا. لا بابا، هذا الشيء مستحيل وما راح يصير أبدا. عن إذنك. وين رايح؟ بدي روح شوف عمي. ليش عم ترجف جمال؟ عمك ما بده يجوزك بنته، وين المشكلة؟ هاي البنات معبين البلد، روح شوف نصيبك عند غير هالبنت. طيب وينو عمي؟ أنا بدي شوفه وأحكي معه. عمك بعته على الورشة، وبنصحك لا تتصادم معه لأنه مو طايق. ماشي عمو ماشي، عن إذنك. الله معك. أمي لا تبلينا مع أبوك، الله يوفقك. ماما اتركيني اتفهم أنا وجيها. ايه شو علي؟ ماشي أمي يلا. عم ضب ثيابي ورايح لعند جوزي. ولك انت مجنونه، والله بيذبحك ابوكي. خليه يذبحني، المهم ما رح نفذ له يلي بباله. في الحدث الاخير يا سيد الضمير، علم المتهم محمود بأن ابنته جيهان هربت مع خطيبها جمال، وبتحريض من شفيق قام المتهم بأخذ بندقية الصيد التي يملكها وذهب كالمجنون إلى بيت جمال. فلنتابع الحدث الأخير يا سيد الضمير. أنا طالع واجهه، فوتي أنت لجوا ولا تخافي. لك بلاها جمال، بلاها تبوسي. حبيبتي نحن ما غلطنا، أنت مرتي وما رح يقدر يعمل شي. يلا فوتي يا ربي.
أهلين عمي، تفضل. ولك عين كمان تلي تفضل؟ إي والله لا طالع عيونك والله. عمي عمي، استهدي بالرحمن وقيم هالبارودة من إيدك. لا ما حزرت، خذ. وأنت كمان خذي. ها تباً لك أيها المتهم، لقد قتلت جمال وتسببت بالعمى لابنتك بسبب الطلقة التي وجهتها إلى وجهها، لذلك نحن الضمير وإضافة إلى حكم القانون نحكم عليك بالهبوط إلى حاوية القهر والعذاب، ولتكن عبرة لمن يعتبر. ترفع الجلسة. كان معكم في هذه الحلقة أحمد السيد، وفاء موصل، مرشد درغام، عمر مولى، سمر عبد العزيز، علي القاسم، جمال نصار، نبيل جعفر، جهينة خربوكي، كمال حريري، سلمان أبو عمار، فاضل وفائي. بالاشتراك مع الفنانين القديرين رياض نحاس وبسام لطفي. محكمة الضمير. المخرجان المنفذان مهند ديب وفراس عباس، مع التحيات أحمد السيد، محمد غزاوي.